أخي مرحبا بك على قناتكم الوطنية تي في. أستاذي، وحنا دابا يلا سالينا الاجتماع وكان المشكل اللي تناقشوه هو الوضع الكارثي اللي كتعيشه إيمو الزر، وخاصة في الدومين ديال الرياضة. كلمة ديالك. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة واجهة بأنه كاين مشكل ديال كما كنقولوا حنا الانفراستركتور ديال الرياضه، بانه الملعب غادي يتصاوب، المسبح غادي يتصاوب، عده مسائل هنا. وهنا كاين جمعيات اللي كتمشي في هذا النطاق ديال الرياضي وكتجبر صعوبات باش الدوريات او هادي او هادي. وكنشوفوا الحمد لله بانه إيمو الزر كنضر عنده شباب طموح كبيره، عطاء كثير في الرياضه، لا 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 في السباق ولا في، ولكن تنشوف ارض الواقع ما كاين حتى حاجه. الشريف، حنا الارض الواقع الحال، لانه داك الشيء بعض الاخر كيمشي داك الشيء فردي يلا سميتو، ولكن الجمعيات هنا كتكون نقولوا شبه نائمه. هنا جمعيات ديال المجتمع المدني كيخصهم يتحركوا. حنا لذلك حنا في هذه الجمعيه ديال بوابات الاطلس كنحاولوا نسقوا ما بين الجمعيات كاملين، الجمعيات كاملين نسقوا معاهم باش نوضوا واحد النهوض يكون نقولوا يرجع بالفائده للبلاد. ومجزر كنضر معروفه بسيدي، على ترى بان المنتخبين تيتحملوا واحد الجزء كبير من المسؤوليه. الى رجعنا الاسباب ديال المنتخبين لعده، لانه المنتخب اللي جا كيحمل المسؤوليه اللي داز، المسؤوليه اللي داز حنا اجي. فلهذا حنا بغينا نتفاداو هذا المشكل ديال المنتخبين ولا هذه. حنا هذه الجمعيه اللي تكونت على اساس باش ترفع بالنهوض، وكاين الناس اللي غادي يعطيو يد المساعده باش ينوض هذا الشيء ويرجع للحي من في الواقع. انه مزدهر فضاء جميل، فضاء سياحي، فضاء عطاء في السباق. وكنقولوا انت متتبع الشان المحلي، ما هو دور المجلس الاقليمي في التنميه ديال هذه البلاد اللي كنشوفها غادي اللور نهار مور نهار؟ المجلس الاقليمي كيخص هنا الى نظر المجتمع وكنطلب انا من هذا المنبر هذا، كنقول اودي بان الجمعيات والمجلس البلدي ينسقوا يد في يد، ذلك بان من هنا غادي يمكن المجلس الاقليمي ينوض يدير حتى هو المجهود ديالو. وكذلك جهات فاس حتى هي تنوض تعطي اهميه لهذا الميدان، لانه لا يعقل بانه مزار كنضر ما فيهاش ملعب، ما فيهاش مسبح، اين هذا الشباب فين غادي يمشي؟ السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوت شويه. هو ملي هضرتي قلتي كارثي، راه ربما اختاريت واحد المصطلح شويه جاد لاباخا. هو الواقع ماشي كارثي، بغيت تقول لي ولا شنو؟ اكثر من كارثي. اذا اكثر من كارثي، اكثر من كارثي، لان فاش كنقولوا كارثي شي حاجه اللي ما كانت شاي وما كاينه شاي، واني ملي كتكون واحد الحاجه بحال داز عليها زلزال ودمرها ومشات وما بقاتش شاي وما تعاودتش. هذا هو المشكل اللي وقع في البنيه التحتيه بالنسبه للرياضه في إيمو الزر كنضر، منذ الفضيحه ديال الملعب البلدي اللي كان مشى في التسعينات، وحنا مازال كنتسناو الفرج متى سياتي ولا ندري. منذ الزياره ديال الملكيه في 2009 اللي تعطات فيها انطلاقه الاشغال ديال البناء، مركب اوصاف دوليه من 2009 لحد الان، وكنعانوا وكنتبعوا عبر الاخبار بان مناطق اخرى جات مور داك الشيء تعاودت لي فيها الهيكله، وشفنا التيرانات فيهم كيفاش انهم. من يتحمل مسؤوليه سي مصطفى ديال هذا الاقصاء ديال هذه البلاد هذه؟ هو المسؤوليه مشتركه بين كاين المجلس البلدي بالدرجه الاولى كيتحمل المسؤوليه، المجالس اللي تعاقبت من منذ تفويت الملعب البلدي، كذلك السلطات المحليه والاقليميه، والمجتمع المدني كذلك يتحمل المسؤوليه لانه لا يحرك ساكنه. شكرا خويا استاذي. استاذي السلام عليكم. وكاطار وطني الكارثه اللي تتعيش هذه البلاد باختصار لمن كتحملها؟
شكون؟ حنا كاملين مسؤولين على هذه الكارثه، شتي ابناء مزار كاملين مسؤولين على هذه الكارثه، بما كما قلت لك من قبل كاين داك المسؤولين المجلس البلدي اللي جاوا مده طويله لمده 30 سنه ولا 40 سنه مسؤولين، وثانيا حتى الشباب ديال مزار مسؤول، لان اولا الجمعيات ما تيطالبوش بالحقوق ديالهم، ثانيا ما فكروش بعيد سميتو، فالانسان ديما قدم لنا راسك استاذي. قدم لنا راسك. هذا عبد القادر مدرب وطني سابق. بعض واش كاين شي ابطال اللي تنشؤوا عليك ولا غير مدرب؟ الجميع تيعرف هذا مدرب هشام دحيسو ديال الزين ديال ايكيدر في 2012، مجموعه ديال الهدايين الاخرين. استاذ دريس الناموس فولد البلاد، استاذ الرياضه مهتم، قول لي اش هاد الفضيحه واقعه عندكم في هاد البلاد؟ لا المسؤولين على هاد الكارثه. انتوما اختي بالفعل كاين واحد الاجماع على اننا مسؤولين، لحق كاين كما تيقولوا الرزق فرقنا بزاف، ولكن مع ذلك لابد من اعاده النظر في البنيه التحتيه، لان نتمنى يكون هذا الاطار هو البديل، والبديل الايجابي ان شاء الله، ونتمنوا جميع الفعاليات الاعلاميه ولا الجمعويه ولا المتدخلين اللي مهتمين اللي مسؤولين على الشان. حنا السبب، ولكن كنبقاو نقولوا اهلهم كادرى بالشعابها، الناس ديال اللي ساكنين في مزار هما اللي ادرى بهذه الخبايا اللي وصلت ليه مزار، حنا بعاد ولكن الحنين ما خلانا شيت باش نبقاو نشوفوا في هذه. واش كاين تيران الكره؟ ما عندهمش. واش كاين لابيسين؟ ما عندهمش. شي قهوه هنايا ديال شي جمعيه قالوا لي البارح راه قلبوها عيطه نيشان بهاد الشعبويه. ما على باليش باش نقدر نقول لك، ما على باليش هذا الحدث هذا، ما على باليش، ولكن نتمنوا الخير ان شاء الله في جمعيه ايكابا، نتمنوا ايدينا ممدوده للجميع، ونتمنوا للجميع يقولنا احنا مستعدين ردوا مزار كما كان شحال هادي، باش ما نبقاوش نقولوا نعاودوا اننا واحد الوقيته كنجيو لمزار كنكونوا فرحانين نجيو لمزار، وملي نبغيو نمشيو منه كنمشيو بالبكا، دابا ولينا كنبكيو ونجيو لمزار.